أمنيتي فعالية صحية للأطفال أقامتها الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان كان بالتعاون مع مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال بهدف تحقيق أمنيات الأطفال المرضى ورفع معنوياتهم للتغلب على هذا المرض. قمنا بزيارة العديد من أطفال السرطان، كانت لمسة للتذكير بأن هذه الشريحة لا زالت في قلوبنا وعقولنا، وسنبذل كل ما نستطيع كأفراد كمؤسسات خلينا نقول جمعيات نفع عام بالإضافة إلى وزارة الصحة لرسم ابتسامة وتخفيف ألم. عندنا نسبة كبيرة من الشفاء، تقريبا نسب الشفاء من أمراض السرطانات سواء الأورام السرطانية أو سرطان الدم تكاد تبلغ 80-90% من الحالات، وهذه نسبة جدا مرتفعة وجدا زينة وتوازي النسب اللي موجودة في دول العالم المتقدم. تخفيف عبء الأمراض السرطانية وبث البهجة والسرور في نفوس الأطفال هدف هذه الفعالية التي تساهم قدر الإمكان بنشر سبل الوقاية من مرض السرطان وزيادة نسب الكشف المبكر عنه. أمنيتي مع حملة كام بحيث أن الطفل يبدي رغبته بشيء معين يسعده، لأن الجانب النفسي جدا مهم في الحالات هذه، هي من باب إدخال السرور في نفس الطفل، منها الشراكة المجتمعية. الشفاء لهم هذه نعتبرها شغلة إيجابية حق كل المرضى السرطان اللي حين حاليا يتلقون العلاج، في أمل وفي علاج وفي شفاء، فهذا الهدف من هذه الفعالية لليوم. وإحنا طلبنا مجموعة من المرضى المتعافين والمتشافين وسألناهم عن أمنياتهم ووزعنا عليهم الهدايا. جهود لا زالت مستمرة لاستكمال مسيرة نشر التوعية حول الأمراض السرطانية لأكبر عدد ممكن ولرفع نسب الشفاء منها وكشف الحقائق عنها ولإرشاد المصابين بهذا المرض نحو الطريق السليم للتمتع بحياة صحية سليمة بدعم ومساندة من القيادة العليا في الدولة ومؤسسات الدولة المختلفة. زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس.